تعمل سبور، نحبوا نشجعوا العباد، نحبوا نشجعوا العباد باش يكونوا في البروجي بروكتيف، ان العباد تخدم السبور. لكن تعرف شنو تاك ما نفسدوش باش نبداو نشوفوا تو البلا انا هو البلا برينسيبال شني الماد الاول في الاول شنو هو اللي عندنا دونك الباز نتاعنا غادي كفما برغل فما هذا برغل الاولاني هذا برغل لونتي بس هذا لون وين العدس العدس موجود في الباز باز نتاع البوري اللي موجود لهنا العدس برغل برغلين كينوا دونك كينوا. يمكن العباد تعرف العدس وتعرف البرغل اكيد في تونس لكن ما يعرفوش نخدموا بها في الكوزين نتاعنا الكل ما يعرفوش الكينوا فهمت فما شويه ناس تعرف الكينوا الكينوا هي حاجه ناتوريل غران يسموها لا مير دو تو لي غران الكينوا باهي لي سبورتيف علاش خاطر فيها لويتا سي دامي اسونسيال دونك اللي هما البيلدينغ بلوكس نتاع البروتين دونك باهي بالنسبه لي سبورتيف بالكدا دونك فما بورسيون فما جراماج اتيوتي نتاع الكينوا برغل وعدس كوم باز فوق عندنا كريم عندنا صوص باش نزيدو بيان سور توتي بازي سو البروتين فما سينرجي اليمونتير مخدومه بالكدا باش تعطينا كل اوبجيكتيف اللي احنا نخدموا عليه فهمت دونك الصوص هذيك باش يخليها الشيف على التوبيك دونك فما لي بينار فما البوشيش كلها بروتين هي تيري شون بروتين فيها دبرت كاكاوات مينا برشا معناتها فيها بيان زيت زيتون انا من نهار الرياضي هي تنجم يطلع البوديوم انا باش نزيدو شويه لاتو باش نزيدو لاتو تشيكن هو لازم يكون فما تشيكن هنا لي روسيت خربينا احنا سي حاجه سيناتور دونك دايما برشا لي بولات باش يصورهم توا الشيف هذول بولات بولات دو بولي دو بولي من غير نقولوا شنو هي الفواح نتاعها حاجه من اختصاص من اختصاص الحل نتاعنا اللي حاضرين فيه اليوم سؤال يطرح ديما من لي فان يقولوا لنا احنا التوانسه يتهمونا باستهلاك الهريسه يمكن اليوم ما شفتش هريسه على الطاوله ما ثماش هريسه الهريسه موجوده راه والهريسه نخدموا بها يمكن كان اخترنا بول اخرى الاولانيه عرفت هذيك اللي فتح بيرمود دونك الهريسه تستميل شكون موجود دي نورو ترونسبتور حاشتنا بيهم هنا باش المزاج نتاعنا الحاجه الحاره مسوح بها دونك الهريسه نخدموا بها سي هريسه بيو هروس ايه هروس ايه عندنا حاجه انسبيري من البلابي زاد ايه مش مشكله بالكل في الهريسه دونك خوينا اللي في الجزائر في المغرب في الخليج مشكلتهم معنا مع الهريسه دونك هاني لقينا لكم لي الجيريان نو زامي الجيريان لقينا لكم حل نقدم لكم الاكله اللي تنجموا تنجم تساعدكم دونك اللي ما تلقوش فيها الهريسه الحاره نتاع تونس دونك شفتوا المراحل الكل يعني دو ا جوسكا زيد ما ثماش من نخبوا دونك اذا كان ثم امراه حره باش نجم تقدم البلا هذا في الدار رمضان جاء نتصور انه سيرتو بلا كيف هناك في اول نهار في رمضان باهي للمعده باهي للبدن ما يخليش التقلبات والاثار السلبيه نتاع يوم اليوم الاول من رمضان تكون حاجه خارقه للعاده أحب المعرفة من اللي فان نتاعنا يحبوا يعرفوا مثلا بلا كيف هناك قديش يتكلف يجي بعد ذلك لهنا المحل قديش يتكلف البول هذيك وي البول هذيك 18 دينار 18 مي فما ان جراماج نتاع حاجات اللي ممكن العباد ما تعرفش البري نتاعها الكينوا روج سي الكيلو نتاعها ليكيفالون نتاع 50 دينار تونسي دونك عارفين علاش قادمين ماهوش على السوم يعني السوم 15 دينار
اذا كان تعرف اللي الكينوا الكيلو نتاعها كيلو 50 دينار الكيلو 50 دينار تلقى اخرى ببري قرب 50 غرام ولا حاجه كيف نكيه كيلو فقط اكثر من 50 غرام اكثر من 50 غرام 100 غرام كل واحنا تاع كينوا ديجا 5 دينار هكا وي فما البروتين لي بروتين كيلو غرامات كونسيستون بول كيما هذه راهي كونسيستون دونك بلا خرق العاده ينجم يكون فايده للصحه نجم يكون يخرجنا من المواد الموجود في تونس تاع الكفتاجي والصحن التونسي واللبلادي والهرقمة والمقارونة والكسكسي والمرقة والمرق الكل بأنواعها دونك هذا بلا صحي ونظيف وخارق العادة دونك هذا البلا الأول مع البلا الثاني مع سي وليد وشيف سليم دونك البول هذايا بول نشوفوا فيها سلاد ديفيرونت على السلاد اللي نعرفوهم ديفيرونت على السلاد اللي موجودين في العالم كما السلاد سيزار نيسواز والليست طويله بتاع السلاد اللي الناس كل تعرفهم سلاد هي سلاد ربا سلاد ربا ربا كامل معناتها هنا نلقاو سلاد كونسيستونت فما الباز هنا نلقاو برغل كريفيت فما الليتو كاروتي ماي سلاد عنا الباس شفناها اللي فما كربوهيدرات موجودين في البرغل برغل حتى حاجه كومبلي بروتين سي هنا باز تاعها شفريت وعنا الليتو جو كامل سلاد تاعنا هنا تو تو الخدمة باش تكون شويه على التوبينغ دونك عنا حاجات باش نضيفوهم بعد ما نكملوا المايس مايس هذيك وي مع الليتو والمايس دونك عم نتبعوا هنا الشيف سليم دونك باش نتعداو لي غران هنا فما دي غران غران دو تونسو غران دو كوش اي سيزام دونك حاجات هذه قلة معناتها قلة باش كون تلقاها شكون يخليها في الـ في الـ في لي ربع نتاعو وهما حاجات ضروريين ضروريين اي حاجات تعطيونا دو بلوس يعطيونا دو بلوس اذا كان يحبوا يحسوها البيانات دونك عندنا كانفيرت الباز نتاعها ايبينار اي بوكو دي ريزيرف والنوعية هذه نتاع لي سلاد اللي تنجم تخلي الواحد يفطر وبقى لي تعشى ياكل مش باش يقعد جعان بيان سور خاطر سي كونسيستون اون بليس مش باش يكون عنده كسوسي نتاع يسمن خاطر لهنا برشا عباد يمكن بكري كنت تحكي على البيانات الفيزيك اللي هو الهوس نتاع العباد يقول لك ماكله تسمن ولا ما تسمنش دونك ولات المشكله ممكن انه ماكله تسمن ولا ما تسمنش دونك هنا اكيد ماكله تكون تري ريش اكيليبري كما هكا مش بتخلي العبد معناتها باش يزيد في البوان تاعو ولا باش يبدا هذوكم كراكرز الكراكرز حاجات فيهم كيما الجراندونا فيهم حاجات مخدومين بالفاكهه دونك ستوتي كومبلي مع فرين فهمت سي الالتيرناتيف نتاع الفريت حاجة مليان هنا فيهم دي زاروم خدمينهم بليزير دونك سي تا روبا كومبلي بالنسبه لي انا نشوفو يشبع منين الكريم بنينه برشا من تاع اللي نخدمين بها الباز تري ريش قلنا هنا في الكربوهيدرات كومبلكس عندنا الكريفيت والا تشيكن دونك في الباز هذيك تتنوع عندنا 100 تيب دو سلاد تنجم تلقاها في الكريفيت تنجم تلقى في بيان سور بالكريفيت والا بالتشيكن خادمين بالرينوار بالكينوا روج بال ريكومبلي اي برغل كيما البول اللي كنا نخدموا فيها تو دونك يعطيك الصحة شيف سليم سي وليد يعطيك الصحة ميرسي بيان شكرا على المصطلحات اللي باللغة الإنجليزية وباللغة الفرنسية الأخرين الكل الموجودين في المتغربين خاصة مش المغتربين نحن نحب نوصل لكم تونس وقاعدين نشوفوا في تونس دونك اليوم في شوية مصطلحات اللي تفهموها وتتبعوها نحاولوا نقدم لكم بخير سي وليد يحب يقول لكم خاطر عندنا حاجة حلوة باش نخدموها مع بعضنا. عندنا حاجات حلوة بيان سور خملنا في سناكس قلنا العباد تنجم على نهار كامل معناتها تلقى ما تاكل في الكونسيبت نتاعنا. دونك سناك هذه جرين كريم. الجرين كريم كريم بنينة مخدومة بفاكهة مخدومة بحاجات من إبنار موجود. فيها الجرانولا فيها البنان
فيها البيت جوجي. دونك سناك كيما هذيا سي افتر ورك هنا بالحق تو فيكس اب ذا مود عبيل باش نجم ترتاح باش نجم ما تبداش تحسك السونتيمون تاع وايرد اند تايرد. انت عرفت بداو الناس تعبين لكن هما مش قادرين انهم برونشي تاعهم عرفت. دونك هذه جرانو لا ميزون فيها بلوزيور سيريال فيها جراند كوش فيها كي سي ناتورالمون سكري ما فماش حاجه ماهيش ناتورال هنا ما حناش نستعملو في السكر بلون ما حناش نستعملو حتى في السكر براون نخدمو بالبلاس فما برشا نواع نتاع روب نخدمو بيهم سي جي بي تولوجي من بعد دونك سناك بيت جورجي مش معروف برشا في تونس سي سوبر فود بلان دو نوتريمون اي فالور نوتريسيون تاعو ياسر سوبر دونك حاجة حلوة هنا باش تعطينا رايك فيها كيف ما شفتوا اليوم في لي بلا اللي وريناهمكم دونك تريزين سيت وتحييكم اذا كان عجبكم الفيديو جيم يبارتاج نحن في الخدمه الى لقاء قريب ان شاء الله.